يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم أخبار النادي. يعني طبعا في البداية لا صوت يعلو فوق صوت السوبر الإفريقي، حابة طبعا أضم صوتي لصوتكم وأبارك للفريق الأول لكرة القدم بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي، وأيضا لناشئين كرة الطايرة فريق 19 سنة بالتتويج ببطولة الجمهورية، وناشئات كرة اليد بالتتويج ببطولة كاس مصر. والحقيقة أن كل لينك هوا معاكم يا كريم ويا نهاوند في 10 الصبح في الأهلي بنعلن عن بطولة جديدة، وهو ده النادي الأهلي، نادي البطولات. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبار الفرق الرياضية، واستكمالا الحديث عن كرة القدم، لسه لم يتم تحديد إصابة اللاعب محمد مجدي قفشة واللاعب محمد هاني، لكن طبعا التشخيص المبدئي هو إصابة اللاعب محمد مجدي قفشة بكدمة في الكاحل، واللاعب محمد هاني بشد في العضلة الأمامية، لكن طبعا خلال الساعات المقبلة هيتم تحديد الإصابة وهيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. يعني طبعا بنتمنى لهم ان هي تكون إصابة خفيفة، وان شاء الله يشاركوا مع الفريق بشكل طبيعي في الفترة المقبلة. خلونا دلوقتي نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى، ونبدأ بكرة الطايرة. رجال كرة الطايرة طبعا بيستأنفوا بيواصلوا عفوا تدريباتهم النهاردة استعدادا للمباراة القادمة. المباراة هتكون يوم الأربعاء، والحقيقة يعني نقدر نقول ان دي اهم مباراة في الموسم. هم هيواجهوا فريق الزمالك، المباراة هتكون على صالة المقاولون العرب. المباراة دي هي اللي هتحسم لقب الدوري ان شاء الله. طبعا هم في فترة تركيز كبيرة جدا، ان شاء الله ربنا هيكلل مجهودهم ويتوجوا ببطولة الدوري. كمان سيدات كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، هيكون عندهم تدريب الساعة 6:30 مساء ضمن طبعا الاستعدادات لسيمي فاينل بطولة كاس مصر. المباراة هتكون يوم الجمعة القادم الموافق ل4/6. حابة أفكر مشاهدينا انه سيدات كرة الطايرة تأهلوا بعد الفوز على الطيران بنتيجة 3-0، وبعد انسحاب فريق 6 اكتوبر وفريق اصحاب الجياد تم تأهلهم مباشرة لنصف النهائي. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا هدف الفريق دلوقتي هو تحقيق ثنائية بعد حسم لقب الدوري، ان شاء الله يحسموا بطولة كاس مصر. خلونا نروح للعبة كرة السلة. رجال كرة السلة بيواصلوا ايضا تدريباتهم اليوم، يمكن تدريب الفترة الصباحية بدأ منذ دقائق، هيكون كمان في تدريب مسائي بيكون الساعة 6 مساء. طبعا ده جدول تدريباتهم في ظل فترة توقف دوري السوبر إلى أن يتم استئنافه بعد انتهاء بطولة أفريقيا. يعني طبعا بتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله أيضا يحسموا بطولة دوري السوبر. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلونا دلوقتي نروح للأخبار الاجتماعية. ولجنة ذوي الهمم بالنادي الأهلي بالتعاون مع الإدارة التنفيذية واللجنة العليا للجان بتعلن عن ورشة بعنوان في بيتنا موهوب عفوا. الورشة دي هتكون أول ورشة مسرحية وفنية لاكتشاف وتدريب المواهب من الرسم والتمثيل والغناء. طبعا هتكون تجربة واكسبيرينس مميزة جدا لجميع الأعضاء. هتكون كل يوم سبت واثنين هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. كل الأعضاء اللي حابين يشتركوا ياريت يتجهوا لإدارة العلاقات العامة ويسجلوا اسمهم حتى موعد يوم 6/6. خلوني بقى أخيرا نقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني في حالة من النشاط، الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في مقر النادي بالجزيرة. يمكن درجة الحرارة 33، والحقيقة أنه في ازدحام مروري بسيط في الطرق المؤدية للنادي الأهلي. يعني دي كانت الأجواء داخل النادي، وكمان أخبار الفرق الرياضية. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو.